Hello my students, my name is Dr. Marwa Sawi and this is my channel with name Dr. Marwa Sawi Fun Chemistry and Science. I am graduated from Faculty of Science with total grade excellent with honors and I have a doctoral degree in biochemistry. We will study science and chemistry together in a fun way. Please don't forget to like, share and subscribe my channel to reach to a large number of students to learn everything about science and chemistry for all grades, primary, preparatory, and secondary levels. Thank you for watching. Now we will talk about exercises on lesson 3, starting and stopping in unit 2, concept 1. نبدأ كده مع بعض يا ولاد. The force that occurs when the object rubs against another object is called نقط. خلي بالكوا يا ولاد، اول ما يطلب مني اسم قوه او اسم فورس ويقول لي كلمه رب، رب دي يعني ايه؟ يعني فرق. يعني ايه كلمه فرق؟ ربس يعني فرق. كلمه فرق يا ولاد يعني احتكاك، ايكوال كلمه ايه؟ احتكاك اللي هي فريكشن. يبقى ربس ايكوال فريكشن فورس، يبقى هختار في الإجابة يا ولاد كلمة فريكشن اهي. أول ما أشوف كلمة رب يبقى فريكشن. وخلي بالكوا كمان من نقطة، أول ما أشوف كلمة ستوب أو سلو داون يبقى بتساوي كلمة ستوب أو كلمة سلو داون. أول ما أشوفهم في أي سؤال أعرف إن هو بيتكلم عن ستوبنج موشن اللي هي الفريكشن فورس. طيب number two، the force that tries to stop an object moving on a surface. خلي بالك كلمة stop اهي، ده اللي انا بقول عليه. كلمة rub اهي اخترت friction، وكلمة stop يبقى هختار برضو friction لان هي اللي بتعمل stopping للموشن. طيب there is a نقط force between the car tires and the road، يعني بين كاوتش العربية وما بين الطريق. That acts to decrease car speed gradually. يعني ايه هي الفورس اللي بتكون بين كاوتش العربية والطريق يا ولاد؟ لسه قايلينها لما شرحنا الدرس. يبقى قلنا ان دي تعتبر رب، يعني فرق، equal برضو friction، يعني برضو كاوتشات العربية مع الطريق دي بتعتبر friction force. Which of the following sentence describes the friction force؟ أي من العبارات الآتية هتوصف قوة الاحتكاك؟ تعال نشوف. It pulls. أولا قوة الاحتكاك دي يا ولاد احنا قلنا بتساوي كلمة stop أو slow down، يعني هي اللي بتعمل stopping للموشن. طيب تعال نشوف. It pulls object towards the ground. طبعا لأ، لأن دي الجرافيتي force. لكن it pushes object away from the ground. طبعا لا، الحاجه اللي بتبعد عني يبقى انا بعمل لها ايه؟ بعمل لها push، يبقى دي البوشنج فورس. طيب it slows down or stops. ركز هنا، slows down or stops على طول هي دي الفريكشن فورس. طيب when an apple falls from a tree، لما التفاحه تقع من على الشجره to the ground على الأرض، it is affected by إيه يا ولاد؟ by gravity force طبعا، يبقى هتتأثر بالgravity force. طب هل هتتأثر بالfriction of إيه؟ بص هنا إيه اللي gravity pulling، هي طبعا مش gravity pushing لأن gravity عمرها ما بتكون قوة دفع، هي قوة سحب. الfriction force of air only، يعني قوة الاحتكاك مع الهواء. طبعا لا، بس في هواء هيأثر على الأبل وهي بتقع من على التري. يا ميس في، يبقى فريكشن اوف اير مع الجرافيتي الاثنين مع بعض، يبقى فريكشن اوف اير اند جرافيتي بولينج فورسز، هي دي الإجابة الصح. طيب تيمر بوشز ابول اون افليت جراوند اند ات كفرز ا ديستانس 30 سنتيمتر. يعني هو لما دفع الكرة، لما دفع الكرة وصلت لمسافة 30 سنتيمتر. if he pushes it with more force، لو ده قوة أكبر أكيد هتمشي أكبر يا مس. طيب إيه اللي أكبر من الثيرتي هنا في الاختيارات؟ هي الفيفتي سنتيمتر. طيب put true or false،
when a car crashes into a wall it will not stop. يعني لما العربية بتصطدم بالحيطة يا ولاد مش هتقف. طبعا اول حاجة هتعملها ان هي هتقف. يبقى false. Sometimes it is easy to observe the force that stops an object. احنا قلنا في حاجات easy to observe وفي حاجات hard to observe. فبالتالي هو بيقول لي هنا sometimes يعني احيانا. يبقى true. طيب when a car runs out of fuel يعني ايه runs out of fuel؟ يعني اللي هو البنزين بتاعها خلص. on a flat road على طريق مسطح او مستوي its speed السرعة بتاعته هتزيد ولا هتقل؟ طبعا هتقل. يبقى increases غلط. المفروض decreases gradually until it stops لحد ما تقف. يبقى دي false. طيب number 4 friction force always slows down or stops the motion of moving objects. يعني الفريكشن فورس يا ولاد اللي هي قوة الاحتكاك slows. اوبا انا قلت كلمة slows down او stops هي ايه الفريكشن فورس وبتعمل stop للموشن. يبقى تي ترو. طيب number 5 the motion of an object on the ground is affected by a friction force. يعني حركة الشيء على الأرض بتتأثر بالفريكشن فورس. طبعا true. طيب hard push causes an object to travel for a longer distance. يبقى الهارد بوش بتمشي لي مسافة كبيرة. طبعا true. لكن الجنتل بوش هي اللي بتخلي الشيء يترافل فور سمول ديستانس. طيب if the same force acts on two different objects يعني لو انا عندي نفس القوة واثرت على حاجتين مختلفين the bigger object الحاجة الكبيرة هتمشي ابطأ. صح يا ولاد؟ تعالوا نشوف بقى ايه اللي ايه will travel for a longer distance. طبعا false يا مس. هو هيمشي مسافة قليلة. طيب a football rolls on the ground لما كرة القدم بتتدحرج كده على الأرض to a distance لمسافة then stops وبعد كده تتوقف the force which stops the ball is the gravity force. يبقى القوة دي اسمها قوة ايه ولاد؟ قوة الجرافيتي فورس. لان هي قلنا بتعمل stop بالفريكشن فورس مش الجرافيتي فورس. يبقى المفروض دي كلمة فريكشن طالما هتعمل stopping للموشن يبقى على طول فريكشن فورس. correct the underlined words. Moving object stops when a force of the same amount is applied to it in the same direction of its motion. يبقى حركة الأشياء هتتوقف عن القوة اللي بتبقى في نفس الأماونت في كمية واحدة is applied to it in the same direction. احنا قلنا طبعا لازم القوة علشان تعمل stop لازم تكون في opposite direction. يبقى هنا كلمة opposite. if a car runs out of fuel لما العربية بيخلص البنزين منها its speed decreases. برافو. طيب number 3 the motion of a car is opposite by the gravity of air. طبعا لا احنا قلنا opposite by a friction of air قوة احتكاك الهواء معاها. طيب we write the scientific term the force. it is a force that is exerted. قلنا exerted يعني تخرج when objects rub لما بيحصل فرق against each other. يبقى دي على طول friction. اول ما اشوف كلمة rub يبقى على طول friction. واول ما اشوف برضو slow down او كلمة stop يبقى برضو دي friction force. خلاص يا ولاد. طيب question number 5 a moving car is affected by the noise force of both air and road. يبقى حركة العربية بتتأثر بالفريكشن فورس يعني بقوة الاحتكاك of both air للهواء وايه والطريق which act in the noise direction يعني opposite direction. برافو عليك. طيب when we can say that a train is faster than a car يعني القطر أسرع من العربية if the noise acting on it أو on the train
طبعا the force يا ولاد لما بتكون القوة اللي بتشتغل على القطر is greater than أكبر من القوة بتاعة العربية to move the same distance عشان تمشي نفس المسافة، يبقى قوة الترين أكبر من قوة الكار، يبقى هنا force وهنا greater than. طب if you push each of a small ball and a big ball with the same force بنفس القوة، the small ball moves a distance، يبقى الكرة الصغيرة هتمشي مسافة طبعا أكبر لأن هي اللي صغيرة في الحجم، فهتمشي أسرع من الكبيرة زي ما مثلنا قبل كده وقلنا اللي وزنه خفيف واللي وزنه تقيل، اللي وزنه خفيف هيمشي أسرع. طيب in tug of war game يعني في tug of war يا ولاد اللي هي شد الحبل، في لعبة شد الحبل، الحبل هيتحرك toward the group which has pulling force اللي بيتحرك قوة بقوة سحب أكبر greater than the other group. طبعا قوة السحب بتاعة الرب الحبل، والحبل هيتشد ناحية القوة الأكبر. طيب number 5 the speed of a ball moving on the ground decreases gradually، يعني هيقل تدريجيا until it stops لحد ما يتوقف due to the effect of a ولاد of the friction force، يعني نتيجة قوة الاحتكاك. احنا قلنا كلمة stop يبقى على طول friction force يا مس، برافو عليك. طب when you kick a ball hard لما بتشوت الكورة جامد it will move for not distance يبقى long distance يبقى مسافة كبيرة، but when you kick the same ball gently لكن لو شوت الكورة دي gently برفق it will move for short distance هتمشي مسافة صغيرة. طيب if the same pulling force acts on two boxes of different sizes يعني لما البولينج فورس قوة السحب دي بتشتغل على بوكسين والبوكسين دول واحد كبير واحد صغير، يبقى الصغير هو اللي هيمشي مسافة أطول، يبقى the smaller box will move for a longer distance مسافة أكبر. طيب question number 6 give reasons for when your toy car crashes into a wall it will stop moving يعني لما العربية اللعبة بتصطدم بالحيطة بتخبط في الحيطة بتعمل حادثة يعني it will stop moving، ليه بقى يا ولاد بتتوقف الحركة بتاعتها؟ لأن قلنا إن الwall ده بيطلع لي force والفورس دي بتكون في نفس كمية الفورس قد كمية الفورس اللي العربية جاية بيها وخبطت الحيطة، يبقى تعالى نعبر ده عن ده بالانجليش بقى because the wall applied a force لان الحيطة بتطلع قوة to the car الى العربية with the same amount of the force that pushes the car towards the wall في اتجاه ايه اللي خلت العربية تصطدم بالول، السرعة دي او القوة دي بتكون قد القوة بتاعة الول. طيب when you stop pedaling during the movement of your bicycle يعني حركة العجلة لما بنبدلها ليه بتوقف بتعمل stop it slows down until it stops، احنا قلنا كلمة slow down يا ولاد او stop equal friction force، يبقى الاجابة عندي يا ولاد due to the friction force ده نتيجة الفريكشن فورس قوة الاحتكاك بين العجل بتاع العجلة البايسكل تايرز اند ذا رود والطريق اللي العجلة ماشية فيه في اتجاه معاكس، لان حركة العجلة بتبقى كده وحركة الرود بتبقى كده فلازم يكونوا opposite direction، يبقى due to the friction force between the bicycle tires and the road in opposite direction. طيب number 3 if you push two similar toy cars لو انا دفعت عربيتين لعبة زي بعض على نفس الجراوند one of them may travel for a longer distance than the other
يبقى واحدة منهم هتسافر أو هتمشي مسافة أكبر من التانية، يبقى due to the difference in the forces on each of them، ويبقى ده نتيجة اختلاف القوة ما بينهم، نتيجة اختلاف القوة. طيب if the same force acts on a small car and truck، the small car will travel for longer distance than the truck، يعني العربية الصغيرة يا ولاد هتمشي مسافة أكبر من الكبيرة. هنقول لأن التراك ده يا ولاد بيكون big size big object، وبالتالي بيكون أكبر من السمول كار، هيمشي مسافة السمول كار بقى هتمشي مسافة أكبر من التراك وأسرع، يبقى because the small object travels faster than the bigger object when the same amount of force acting on it، لما بيكون عندي نفس القوة. طيب what happens if، يعني ماذا يحدث لو a car runs out of fuel on a flat road، يعني لما العربية بيخلص البنزين منها وبتكون على سطح مستوي ايه اللي هيحصل؟ طبعا يا ولاد السرعة بتاعتها هتفضل تقل شوية بشوية زي ما احنا قلنا، من 100 ل 90 ل 80 ل 70، فبالتالي هتدنها تقل في السرعة بتاعتها لحد ما تقف خالص وتوصل لزيرو، يبقى its speed decreases gradually until it stops، لما لحد ما تتوقف. طيب you push two similar balls، لو انا دفعت كورتين زي بعض with different forces بقوة مختلفة on the ground على الارض، the ball that is affected by the greater force will move a longer distance، يعني الكرة اللي هدفعها بقوة أكبر هتمشي طبعا مسافة أطول، يبقى the greater force will move a longer distance. طيب يا أولاد مديني هنا عربيتين، العربية نمبر A والعربية نمبر B. طيب الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه بس مش بنفس القوة، طبعا اللي فوق دي خدت قوة أكبر عشان كده مشيت مسافة أطول، لكن اللي تحت دي يا ولاد خدت قوة أقل فبالتالي مشيت أقل، عشان كده ادتني 35 سنتيمتر لكن هنا 70 سنتيمتر. Which of these two cars is affected by a greater force؟ أني واحدة فيهم اللي خدت قوة أكبر؟ طبعا نمبر A عشان مشيت مسافة أكبر، يبقى car نمبر A because it travels a longer distance than car number B، لأن هي عشان كده مشيت مسافة أكبر من العربية number B. طيب number 2 بقى choose the correct answer. If the two cars were pushed by the same force، لو الاتنين خدوا نفس القوة يبقى المفروض هيمشوا نفس المسافة، يبقى ادور على كلمة نفس المسافة كده، هنا longer distance يبقى لا، هنا longer distance لا، هنا the same distance، يبقى هي دي الاجابة true. طيب if you replace car number A with a new car، لو انا بدلت العربية number A دي بnew car بعربية جديدة is larger than، اكبر من الكار number A، اكبر من الكار number B، طبعا العربية الأصغر اللي هي car number B هي الأصغر دلوقتي، the new car will move distance، الأصغر هتمشي longer distance. طيب هنا بقى بيقول لي the new car اللي هي car number A مالها بقى، will move this a distance shorter than the distance that covered by the car number B، لأن car number B دلوقتي بقت ايه يا ولاد؟ بقت كبيرة، وجبت واحدة تانية، الواحدة التانية العربية التانية دي هتمشي أقل منها، أقل من الكبيرة دي. طيب the two cars during motion are affected by the following forces except، يبقى هتتأثر بكل القوى الآتية ما عدا قوة واحدة، تعال نشوف the pushing force، يعني قوة الدفع، قوة الدفع هتأثر على الموشن، أو طبعا هتأثر على الحركة. طب الفريكشن فورس برضو بتأثر في الحركة، طب الفريكشن فورس اوف اير برضو بيأثر على الحركة، يبقى فاضل واحدة بس اللي ما بتأثرش على الحركة اللي هي
بوشينج جرافيتي فورس، اصلا الجرافيتي عبارة عن بولينج فورس مش بوشينج فورس، يبقى هي دي الاجابة الترو يعني اللي هي نمبر دي. وبكده يا ولاد نكون خلصنا اكسرسايزز اون ليسون 3. اللي لسه ما عملش لايك للفيديو ينزل بسرعة يعمل لايك ويشترك في القناة ويفعل الجرس، وتابعونا يا ولاد على الفيسبوك وعلى التليجرام وعلى الواتساب علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ويلا باي باي.